الإخبارية. محمد أهلا بك. إذن هناك تخوف من إمكانية اقتحام داعش من القائم العراقية إلى البوكمال السورية، الآن كيف هو الوضع؟ نعم كريستيان، يعني اليوم هناك يعني استنفار في مدينة البوكمال وريفها وترقب من الأهالي وحالة يعني أستطيع أن أقول بين الأهالي، خاصة بعد أن سيطر مقاتلي تنظيم الدولة على مدينة القامة التي لا تبعد سوى يعني كيلومترات قليلة عن مدينة البوكمال. طبعا هناك استنفار ويعني لكافة الفصائل المقاتلة في مدينة البوكمال، خاصة يعني وردت أنباء عن أن هناك تحضيرات من قبل مقاتلي تنظيم الدولة شن هجوم على هذه المدينة. طبعا أيضا يعني بنفس السياق ما حدث أيضا، وهناك أنباء عن أن جبهة النصرة قد أعلنت بيعتها لتنظيم الدولة في الذي حدث هو بالتحديد أن عدد من مقاتلي جبهة النصرة محمد قبل أن تتابع جبهة النصرة أعلنت مبايعتها لداعش، أين تحديدا؟ الذي حدث هو أن عدد من مقاتلي جبهة النصرة في مدينة البوكمال أعلنوا بيعتهم لتنظيم داعش، على رأسهم الأمير جبهة النصرة في البوكمال والشرعي أيضا في مدينة البوكمال. طبعا يعني في مدينة البوكمال فقط هم يعني مجموعة يعني لا يتجاوز عددهم 20 مقاتل فقط، أما البقية ما زالوا في مدينة البوكمال وهم يعني مع كافة الفصائل الأخرى التي تقف اليوم سدا منيعا في وجه تقدم تنظيم داعش في محافظة تحدثت عن استنفار، يعني هل هو استنفار لمقاتلين تعزيزات عسكرية؟ كيف هو شكله؟ الاستنفار الذي أقصده أن كافة الفصائل العسكرية الموجودة، إن كانت جبهة النصرة أو كتائب الجيش الحر أو الجبهة الإسلامية المتواجدة في مدينة البوكمال، البارحة عقدوا بيان أو اجتماع موسع في مدينة البوكمال، قرروا فيه وأيضا تعهدوا فيه أمام أهالي البوكمال الوقوف ضد تنظيم داعش وضد أي هجوم يهدد مدينة البوكمال ويهدد أهالي مدينة البوكمال. بس يا محمد أنت من قليل، لحظة بس للتوضيح محمد، لأنه أعتقد فيه شوية تناقض بالمعلومات، منذ قليل قلت بأنه جبهة النصرة بيعت داعش، الآن تقول بأنها مع يعني مع باقي فصائل الجيش الحر تعهدت للأهالي بحمايتهم، كيف ذلك؟ يبلغ عدد مقاتلي جبهة النصرة في مدينة البوكمال أكثر من 300 مقاتل، الذين بايعوا جبهة النصرة هم عددهم لا يتجاوز 20 مقاتل، أما البقية هم مع أهالي البوكمال. أنا لا أقصد جميع مقاتلي جبهة النصرة، وإنما هم مجموعة لا يتجاوز عددهم 20 مقاتل، على رأسهم أمير جبهة النصرة في مدينة البوكمال. أما البقية هم الآن يعني صفا يعني أستطيع أن أقول إلى جانب بقية الفصائل الموجودة في مدينة البوكمال. أيضا الجدير بالذكر أن اليوم الاشتباكات قد تجددت في ريف دير الزور الشمال بعد أن توقفت منذ مدة. طبعا التنظيم اليوم أستطيع أن أقول قد أحرز التقدم بقرى ريف دير الزور الشمالي وسيطر على ثلاث قرى وهي الحريجي، ضمان، ماشخ وأيضا قرية أطبيحي. إلى الآن الاشتباكات ما تزال تدور على هذا المحور. هم يحاولون اليوم ربط ريف دير الزور الشمالي مع ريف دير الزور الشرقي. طبعا الاشتباكات هي طبعا بكافة الأسلحة الثقيلة، هناك العديد من القتلى سقط في صفوف الطرفين. أيضا اليوم الطيران الحربي غارتين جويتين على مدينة محسن. أيضا لو تكلمنا قليلا أكتفي معك بهذا القدر محمد لضيق الوقت، كنت معنا من دير الزور محمد خلف مراسل شبكة الشام الإخبارية، شكرا جزيلا لك. بعد أن كانت الأماكن التي يخفي فيها